دكتور سعيد المصري، اهلا وسهلا بحضرتك معانا، وخصوصا كمان انك معانا في يوم مشهود في تاريخ مصر، 6 اكتوبر 73. ايوه 49 سنه مروا على حرب اكتوبر. حضرتك حاسس بهذه المده؟ انا حاسس 50 سنه. انا حاسس انه هذا الحدث حي جدا في حياتنا وفي ذاكرتنا الجمعيه، وأنا مش قادر أصدق الحقيقة أنه مر ما يقترب من نصف قرن على هذا الحدث، لأنه هو كان جزء لا يتجزأ من روح المصريين في مواجهة أزمة كبرى في إطار الصراع العربي الإسرائيلي. الحقيقة يعني الحدث ده حدث نادر جدا، ووحد المصريين وخلهم على قلب شخص واحد في مواجهة الأزمة. ولا يخلو بيت مصري في إطار هذا الصراع من تحمل قطرة دم أو فقد بسبب هذا الصراع، فهو محفور في تاريخ المصريين. فيعني لما حضرتك تقولي نصف قرن، أنا مش قادر أصدق أنه نصف قرن، يعني مش قادر أصدق. هو رغم أنه كتير جدا، بس إحنا مش حاسين أنه هو كتير الحقيقة يعني. والحكاية مش إنه الناس، يعني إحنا ما بنجيش في المناسبات دي نتذكر الحرب ببعض الأغاني الوطنية، لا، إحنا كمان بنتذكر معاها جزء من أيام شبابنا، في بالذات الجيل بتاعي، وقت ما كنا بنشوف حالات الطوارئ التي كان يعيش فيها المصريين، أملاً في إنه نخرج من هذه المعضلة الكبيرة. والحمد لله يعني خرجنا منها بشكل مشرف. حضرتك بتتكلم عن طبعا النكسة وكيف تخلصنا من أثرها.